البوليس اللي أخذت تقولوا مبادرة أو بادرة إنه غيرت مجرى العرب، إذا بدنا نقول من شيء بالضبط 6-7 سنين من بلش كل الثورات، لأنه كان في إرادة عند الشعب إنه يقول شيء جديد، وهذا شيء جميل جدا. عندنا مشاكل كثير في عالمنا العربي، إن شاء الله بتروح على الطريق، بس كان لازم يكون في قرار يتاخذ واتخذ من تونس، وبلش الدومينو يوقع كل العالم العربي. أنا اللي بدي أقوله أول شيء إنه قرطاج بتعني لي كثير، ليه؟ لأنه أنطوني دارس تاريخ منيح وعامل أبحاث عن قرطاج وعامل أبحاث عن هانيبال، ومثل اللي بيقولوا إنه أهلي أول ناس كتبوا عن إليسا. للأسف المسرحية لم تنفذ سنة 75 وقعت الحرب اللبنانية، كتبوا زمان إليسا أول ناس كتبوا عن المسرحية بالضبط، وكان اسم تمثل بعلبك مهرجانات بعلبك سنة 75، أكيد مع عظيمة فيروز. للأسف وقعت الحرب وضلت بأدراج النسيان المسرحية. أول شيء إحنا بنحب المقارنة، هبة حق يعني ظاهرة فريدة كانت من بدايات من 10 سنين، وقت إجت وبلشت أظهر حدا طلع على مسرح الرحباني، يعني بصراحة هو المسرح يصدقكم الأرقى والأعلم بالعالم العربي والكل يحلم فيه، وكان عمره 19، وهذا مرات بيقولوا الحظ يعني بيلعب دوره. وعرفت أخذت الفرصة بشكل رائع، أكيد بعد موهبة فريدة جدا وكاريزما عالية وثقافة وعلم كمان، وأيضا الاستمرارية والذكاء كيف واحد يضل يشتغل فيها. صارت المشروع صار قطع كثير، لأنه صار يمكن أول حدا فعليا بلش يصير عنده انتشار عالمي بالعالم العربي، ما نكذب على بعضنا، يعني هبة بطلت أهم مسرحية في تاريخ الفرنكوفونية اللي هي نوتردام دو باري، وبزيادة عن هالشيء قديش عم تبرم هالعالم والناس الأجانب بيحضروها، يعني مش الجاليات اللبنانية بتحضرها هونيك. هيدا الفرق، إنه صارت حدث واقع وله قوته، غير إنه ما شاء الله عليها يعني طارت مثل الصاروخ بزمن كتير صغير، واللي بفوت على اليوتيوب بيتفرج على شغلها بيكتشف إنه بعشر سنين معمول بشكل مش معقول، من كليبات لها إخراجها أو كان مسرحيات أو كان أشياء تانية حتى بالعالم الغربي. بقى هي مشروع قائم حزيته هو اسمه هبة طوجي. دائما نظرة الناس لأي إنسان بيشتغل معنا بتختلف، بتختلف كتير يعني، بتفرق عن كل الناس. يعني ممكن تلاقي أنا ويحيى حضرتك بتشتغلي وحدي، ما حدا بيقول لك شيء، ما بتجري عنا بصير ناس نظرتك هيك شو بتعمل، لأنه أعلى مستوى، التاريخ كبير، كل الناس اللي طلعوا من هالمدرسة التقل تبعهم، تقل العاصي ومنصور رحباني، تقل فيروز، تقل الأفكار اللي قال عليه قبل مسرح، ويعني أول شخصين جابوا الفكر إلى الفن كانوا هم رحباني. قبل كان فيك تستمع للموسيقى أنت عم تشرب شيشة، أنت عم تشرب سيجارة، أنت عم تاكل مع أخوان رحباني وفيروز، لا ما بتوصل، ما بيمشي الحال، ونحن هذا خيار. مش مزبوط الحكي إنه غسان صليبة اللي توفى على المسرح. لا لا لا، إنه لا خليني ما خرج من الإطار المسرح. أرقى مستوى للفن هو المسرح الغنائي، لأنه مستوى الشعر والكلمة والأداء، بس في يقول لك إنه فيك تغني غير نمط، بس ولا مطرب من اللي بيغنوا من اللي بنحبهم كثير عندهم الكاريزما وعندهم المقدرة يوقفوا ويعملوا البطولات اللي عملها غسان صليبة. وهذا واحد. اثنين، غسان ناجح جدا، من اجمل الاصوات بالعالم العربي، يعني واحد لازم يعمل تحيه له. وايضا اهم ادوار لعبها مع اكيد الكبير منصور رحباني، يعني في اوصف لي من المتنبي لنبي اورفليس بجبران النبي مسرحيته، لسيد المسيح، لمعتمد بن عباد ملوك طوائف، لسيف البحر بسيف المئربين اللي لعبت بقرطاج سنه 90. اذا من الشخصيات اللي ما بتخلص. برجع عن كمان بالنسبة لكارول، بالنسبة لكارول عندها أغاني، بالعكس بحب أقول لك إنه ما له علاقة بالمسرح، بصباح الألف الثالث اللي هي شهرت كثير وطالت فيها لكارول، هي الأغنية بتتعلق بالإنسانية، ما له علاقة بالمسرح الغنائي. لكن فيما بعد في خيار أكثر كان يمكن أصرت عليه كارول واختارته، وأنا بحترم هالشيء.
بالنسبة لتجربتنا أنا وهبة تختلف كلياً عن الكل، لأنه شاملة أكثر من كل شيء، فيها مسرح غنائي، فيها أغاني والناس كلها بتعرفها وكل العالم العربي، وطلعوا الناس لعنا ونحن نزلنا لعند الناس، صرنا مشروع مختلف. أيضاً هذا المشروع في نوتردام دو باري، وفي سيدي بفرنسا، وفي أعمال تانية برا. إذا هذا مشروع يختلف عن الكل، ما بيشبه حدا ومتألق.